السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. هذه صور أخوتي مباشرة كتجينا من ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، المباراة اللي غتجمع اليوم بين ما يسمى منتخب البوليزاريو وفريق مولودية الجزائر الجزائري. وبلا شك كاملين شفتوا الفضيحة اللي كانت بالأمس في حدود الواحدة صباحا إذا صح التعبير، الندوة الصحفية ديال الناخب الوطني سعيد شيبة، ودخلوا عناصر من المخابرات الجزائرية ادعوا على أنهم صحفيين، وبدوا كيقولوا لسعيد شيبة والطاقم المغربي خرجوا، تقول لهم خرجوا علينا من الملعب، خرجوا علينا من الملعب نيلسون مانديلا، راه غدوة معدنا مباراة مهمة، في الإشارة منهم لهذه المباراة الوهمية بين ما يسمى منتخب البوليزاريو وفريق الجزائري اللي هو مولودية الجزائر. لعلمكم أخوتي، حسب المعلومات من المصدر من عين المكان، أنه الجزائر جهزت حافلات مجانية في كل ربوع الجزائر من أجل الانتقال للجماهير إلى ملعب نيلسون مانديلا. ثاني شيء، النظام الجزائري والبوليزاريو فرضوا إجباريا على ما يسمى الطلبة الصحراويين في الجامعات والمدارس الجزائرية على أنهم يلتحقوا ملعب نيلسون مانديلا لمتابعة هذه المباراة بين ما يسمى منتخب البوليزاريو وفريق مولودية الجزائر. عموما أخوت، هذا فريق مولودية الجزائر وفريق جزائري في البطولة الجزائرية سقط خيبة إذا صح التعبير. أنا كنطالب الجماهير المغربية في حالة ما كان أي لقاء بين فرق مغربية وفريق مولودية الجزائر، هذا الفريق ما يتحترمش نهائيا، رغم أنه شفنا بعض الإخوة الجزائريين اللي رافضين هذا دخول هذا النادي لتسييس النظام العسكري، ورافضين هذه المباراة ورفعوا لافتات قالوا ضد تسييس فريقنا. رغم كل هذا، أنا بغيت من الجماهير المغربية ومن المسؤولين المغاربة الرياضيين ومسؤولين عامة يوضعوا هذا النادي في خانة بوحده بعيدا عن النوادي الجزائرية، لأنه أصبح نادي مسيس. شوفوا الفيديوهات، حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. خلاص دكي هنتني والله من وصوك دخلنا نمرك. ها ها قلع منك زرقة في لابوبيل تاع الكب. Thank you.
منين صلمون لين قوموا والله هذا الراي حنا صراحه حنا صورنا مع صور في اليهود بلا صورنا راكم في بلادكم صحيت مرحبا بك خويا بك وهلا خويا سلمى قلبها قلبها الراية قلبها قلب الراية قلب الراية محمد هذاك دبل في اي بي احنا لا في اي بي وهو دبل في اي بي شيء يعني
لا والله لا عشان انت ترمنت لك انت الصالح لا ما ترد دعمي كنت الهوم دعمي هو عائله قعد فزله الصالح هو عائله ياك شايف الملعب هنا شايف الملعب هنا لا هون تشوف هنا ظل الروح قالوا العلم دخل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. لحظات وصولنا الى ملعب نيلسون مانديلا لمشاهدة مباراة الساحة الغربية ضد مولود الجزائر. نتمنى الفوز لمولود الجزائر باهداف غفيرة باذن الله. اليوم وصولنا الى ملعب نيلسون مانديلا وما ادراك ما نيلسون مانديلا المدافع عن الحريات
والذي دافع عن الأبارتيد واليوم في هذا الملعب يشهد استقلال الدولة الصحراوية جمهورية الصحراء الغربية بعد مباراة فلسطين. تحية لاين، تحية زاير. One, two, three, Viva la Gire! One, two, three, Viva la Gire! One, two, three, Viva la Gire! One, two, three, Viva la Gire!